بس اقول لكم، عايز اقول لكم يا جماعه ان المشكله مشكله الاداره والاراده لما بيكون في هوى عند النظام انه يسوق سمعه حد بيعملها. وهتلاقي النهارده مثلا 30 40 برنامج بيتكلموا عن ان ابو تريكه وحش وكخه ولازم بقى في الارهاب، اصل راح رابعه، اصل كان بيدي فلوس للغلابه والكلام ده. الحاجات اللي كانت بتشرف دلوقتي بيحاولوا يخلوها دليل ادانه. بينما الاراده دي مش موجوده في سد النهضه مثلا. سد النهضه انا اعرف كلمه سمعتها من المشير الجمسي قال في مره: لا أعرف مهمة للمقاتل غير أن يؤمر بالقتال فيقاتل. ما عرفلوش شغلانة تانية. وقال إن من مصائب اللي خلتنا نهزم في 67 انشغال العسكريين بالسياسة وبغيرها. مش عارف مين بيحب الفنانة إيه، وأصل وردة مين بيحبها، وأصل بريلانتي عبد الكلام اللي يعني عيب نتكلم فيه، ولكن ده كان سبب هزيمة بالمناسبة. طيب فين الجيش والقوة الغاشمة والقوة الحاسمة ومليارات الدولارات اللي اتدفعت في سلاح؟ فين ده كله من سد النهضة؟ تعال نشوف سد النهضة على السريع كده، يعني تطورات سد النهضة. بينما احنا عمالين نقول ايه، مصطفى مدبولي امبارح بيقول ايه، والله احنا يعني قلقين ونشجب وندين. كلام ده تشجب وتدين ده في الحاجات يعني اللي فيها كلام وطولة بال، لما احنا اقل من 4 أشهر وهيبدأ الملء التاني للسد، وكارثة ومصيبة على مصر والسودان. أنا مستغرب البلدين على رأسهم المفروض جنرالات، إنما فين القوى العسكرية؟ مفيش حد بيتكلم على العسكرية، كله بيتكلم عن إيه؟ إحنا هنموت نفسنا مفاوضات يا جماعة. مع تأزم قضيتي الحدود وسد النهضة، هل يهيئ السودان وأثيوبيا المسرح لحروب بالوكالة؟ سد النهضة أثيوبيا تحاول ضرب التنسيق المصري السوداني، مصر والسودان اصلا دوله واحده وشعب واحد، ما بالك بالمصير المشترك بالنيل. مصر تحذر من تداعيات سلبيه اذا اتجهت اثيوبيا لملء ثاني لسد النهضه بشكل احادي. جميل جدا التحذير ده. بيان رسمي على روسيا اليوم: اثيوبيا تتجاهل تحذيرات مصر والسودان وترفض الوساطه الرباعيه. طب مصر والسودان هتعمل ايه؟ السيسي: لا نرفض استفاده اثيوبيا من سد النهضه، لكن النيل حياتنا. جميل الكلام، دلل بالفعل على كلامك بقى. وزير الخارجية: بدء اثيوبيا ملء سد النهضة بشكل احادي سيكون له تداعيات سلبية. شكرا، انا مش عايز تداعيات سلبية على 135 مليون مواطن في مصر والسودان. انا عايز تداعيات على الاثيوبي اللي هيمسكني من رقبتي انا والسوداني واقفل عني المية. سد النهضة، هل تلجأ مصر والسودان الى الخيار العسكري لحل الازمة؟ لو سمحتوا بعد اذنكم، لو مفيش غيره مضطرين، ما بنحبش نعتدي بس مش هنسيب الناس تعتدي على حياتنا. النيل المصري والسوداني مش رفاهية، مش بننزل نعوم فيه. النيل يا جماعة مش الجونة بنروح نتفسح فيها، ولا الساحل الشمالي بنشم هوا. النيل حياتنا، حياة للمصري وحياة للسوداني. النيل من غيره احنا ولا حاجة، احنا مش دول اصلا اذا جف عننا النيل او نقصت ميته. طيب على ضفاف النيل الأزرق، النهضة ليس وحده. ده عنوان لإنفو داتا عندي، يعني بيتكلم على سد النهضة مش لوحده. أنا عندي سد كارثي اسمه السروج، ده كارثة يا جماعة. أثيوبيا دي كانت بتطمح أيام مبارك تعمل سد يبقى وراه من 14 ل 17 مليار متر مكعب من المية. دلوقتي عايزين يعملوا سد يحوش عننا 74 مليار متر مكعب من الميه. يعني مصيبه بكل الاحوال، مصيبه في الملء ومصيبه اذا السد انهار. اروح انا والسودان وتنتهي دولتين بالحجم ده عشان ايه؟ عشان واحد مختل اهبل راح وقع لهم سنه 2015 على وثيقه تافهه زي اسمها المبادئ، لا تحل ولا تنفع. طيب السيسي بقى استراتيجيته، انا سعيد جدا الملحق قائد الاركان المصري وقائد الاركان السوداني، لطيف جدا. وعلى فكره لا انا غريب على السوداني ولا غريب عني، احنا دوله واحده لحد سنه 56 بالمناسبه. طيب السيسي بقى اخر كلماته عن السد ايه؟ كلمات برضه لا تحل ولا تربط ولا تشفع. بيتكلمنا في المفاوضات وان احنا هنفضل نفاوض ونفاوض ونفاوض.
لا انا مش عايزها بقى، مش عايزها غزه واريحه بتاعت ابو مازن واتفاق اوسلو اللي بناء عليه راحت الارض، انا مش هستنى لحد ما يحصل كده وتقول لي اصل احنا ما عندناش غير التفاوض. ده انا مصر، ده انا جيش، ده انا شعب، ده انا بلد. ومعايا السودان بالمناسبه، احنا مع بعض قوه شعبيه وعسكريه، وعندي حدود هناك، بني شنجون اللي عاملين فيها السد دي ارضنا اصلا، اللي مش عارف دي ارضنا من ايام اسماعيل باشا، خلاص تنازلته وسبته، طب حافظوا على مياه النيل. تعال شوف السيسي واستراتيجيته اللي ما فيهاش اراده ولا حسن اداره للمشكله السياسيه. كلام هادي وما فيش فيه انفعال ولا ادعاء ولا استعداء، ما يجمعنا على نهر النيل اكتر كتير من اي شكل من اشكال او سبب من اسباب الخلاف. وبالتالي احنا مصرين على ان احنا نستمر في تفاوضنا، وتفاوضنا طبعا مش بلا نهايه، لا تفاوضنا احنا بنتكلم على ان احنا يجب ان يتم التوصل الى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد. دايما كلامنا كلام هادي ومفيش ايوه فيه ايوه التفاوض اللي بلا نهايه اقل من 4 شهور على الملء الثاني للسد، على الكارثه الكبيره هتعمل ايه؟ مش بلا نهايه يعني. انا اعرف اقول لما بجيب ابني الصغير بقول له هتسمع الكلام ولا ايه؟ ولا مش تلعب؟ طيب هنوقع ونتفاوض مع بعض ولا ايه؟ ايه الولا دي؟ فين دي؟ فين الحته بتاعت والا هنقوم بحمايه حقوقنا وحمايه مصادر الحياه لمصر والسودان؟ فين الكلام ده؟ احنا عايزين الكلام يبقى صريح. انا عارف ان انت واخد على المواربه والمهادنه وحط الوش العينين في الارض، بس ده ما ينفعش في امر يخص الامن القومي. ما ينفعش. طيب الراجل ده شايفين اللطافه اللي بيتكلم بيها دي؟ لطافه، راجل لطيف جدا، لطيف قوي. بينما مثلا في كورونا في مصر مفيش اراده. احنا بنتكلم ان احنا عندنا 3 مليون اصابه بكورونا في 2020 لوحده، واللي بيطلع في الاخر عندنا 50,000. بصوا على نفسكم في تركيا، ده اللي بيتقلنا. انا خايف على الناس. لا لا لا، خايف على نفسك في تركيا، ده اللي بيتقال لك. الناس ماساه في مصر، والكورونا بتفتك بالناس، والدوله مش هنا. طيب ليه؟ عشان مفيش اراده. لما بيكون في اراده السيسي يقول لك ايه؟ مفيش ثورات تاني، عزم، حازم، قاطع. لغه الخطاب، ما هي دي علم اصلا، لغه الخطاب فيها امور حازمه وجازمه وقاطعه. مفيش، لا، لن يكون، لن يحدث. ده بيتقال في الامور اللي تخص ايه؟ اعاده على الكرسي. انما اللي يخص الشعب والدوله تاني، التفاوض مش بلا نهايه يا جماعه، يعني اكيد هيكون في اللي مش عارف ايه. مفيش حاجه لا قاطعه ولا جازمه ولا واضحه وصريحه. زي ايه؟ تعال نشوف وانت هتعرف الفرق لوحدك بالمشاهد اللي هوريها لك. السيسي فيها عنده اراده واصرار ووضوح. احذروا، الكلام اللي كان اتعمل من 7-8 سنين مش هيتكرر تاني في مصر. هي مش تعالوا اتفرجوا كمان 2-3 سنين على ده، البيت اللي انا في جنب الحته دي هتاخد لهنا 10-12 بيت. طب يا جماعه انتوا ناويين تعملوا ايه في بلدكم؟ ناويين تعملوا ايه في بلدكم؟ خليني بس اقول وانا بقول هنا، ارجو ان انتوا تبصوا على العماره دي وغيره وغيره. الناس دي هتقعد فين وهتتحرك ازاي؟ ولو عندها عربيات هتحطها فين؟ كام دور؟ ومين اداله الترخيص ده؟ المحافظ مدير الامن الذي لا يستطيع ان يقف قدام الموضوع، وده راي عام بقى ومش هنقدر يا فندم وكلام من هذا القبيل، يقول لي يا فندم انا ما اقدرش. انا ما اقدرش كل يوم في خلال 4 سنين في حاله الدوله اتهزت بشكل يبقى في خطر على ال 91 مليون، خلاص احنا مش هيبقى فيها. وهو بس مطلوب ان الخيط ده يبدا، وبعد كده الموضوع مش هيتم السيطره عليه. التخطيط معمول ان الجيش يفرد في مصر، يفرد مصر خلال 6 ساعات. ابو عليه، احنا مصر محدش يقدر يسكتها، بس احنا ما نقدرش نعمل ده غير بالخطوة باذن الله. واحنا متكاتفين مع معاك. انا عايزكم تتكاتفوا مع مصر والمصريين. مصر اكيد. انا مش عايزكم بصراحه دلوقتي، انا هاجي لكم. عايزكم
لن أسمح أبدا إن إحنا نهد بلدنا ونضيعها كده. وحد يتصور إن هو لا والله لو الأمر نزل هخلي الجيش المصري ينزل كل كرة مصر، وأنا بكلمكم عشان تبقوا عارفين، يعني نوقف ونبقى بدولة مظبوط، يسيب مكاني وامشي من هنا. الثلاث مناطق مسؤولين مسؤولية المنطقة الشمالية العسكرية علي، كل جنيه يجي ما يجيش الناس ايه؟ الناس ايه؟ تمشي. يعني دي اخد حقنا مظبوط. ده الوضوح. الراجل في الحاجات اللي بتخصه وبتخص الجيش وتكويشه على ايه وفين ومش عارف ايه والكرسي، لن اسمح ولن يكون، واللي حصل مش هيحصل وبحذر وبقول. انما اللي يخص مصر بيقلب سوسن، ما تعرفش تمسك له كلمه سد النهضه. احنا هنتفاوض يا جماعه، هو مش تفاوض بلا نهايه ولكن تفاوض لان مش عارف ايه. تيران وصنافير، انا سالت كل الناس، حتى لهجه الحوار بتختلف، حتى نبره الصوت بتختلف. لما الراجل طلع يتكلم عن حد ادنى للاجور، الراجل بتاعه قال انت دارس الكلام ده كويس، انت مين؟ انما لما تيجي تقول له والمفاوضات لو فشلت، لا 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 مش هتفشل، لا لا مش لغه الحوار واسلوب الكلام بيعرفك ان دول لا عندهم اراده ولا حسن اداره علشان يحافظوا على مصر وحقوق المصريين، عندهم اراده انهم يسيئوا للوطنيين، وعندهم اراده انهم يفضلوا على كرسي مصر مش اكتر من كده. ربنا يعين الناس يا جماعه، خافوا على بلدكم علشان اللي بنواجهه عمره ما مر في تاريخ مصر. وانا بكلمك بصدق، عمر اللي احنا بنتعرض له دلوقتي ما مر في تاريخ مصر ولا مره.